جمال فينا ما كاينش فيه قفل محوري، ممكن كاين افكار ما كاينش زاويه معالجه وحده محدده، كاين اصناف موسيقيه ما كاينش صنف موسيقي واحد، كاين احلام عند ياسين ما كاينش حلم واحد، كاين اصناف مكانيه اكزاكتومون ما كاينش صنف واحد ولا حلم واحد يبغي يحققه المخرج، كاين بناءات في هذا الفيلم ما كاينش بناء واحد، كاين ياسين ماركو موروكو اللي نقصه فقط قفل محوري في هذا الفيلم هذا، والا كان يكون واحد من افضل الافلام اللي تعملت عندنا. شي تعقيب على هذا الكلام؟ لا معك انا لنا وانا نقول لك واحد الكلام نزيد على مسؤولياتي، انا كنظن هذا الفيلم هذا كان بالامكان انه هو اللي ممكن يشارك في المسابقه الرسميه ديال مراكش، برغم انه ما كاينش قفل محوري، مي كتحسب انه كاين جديد بعدا، كاين شي حاجه جديده في السينما انا كيبان لي شي حاجه اللي ما عمرني شفتها في السينما المغربيه. غير هو المشكل ديال ياسين كانوا انا في نظري ومازال شي نهار غادي يحضر معنا مستقبلا، كاين افكار ما كاينش فكره، كاين فكره وحده اي، وبالتالي كما قلت انت واحد العباره اللي نبغي نلخص بها كل شيء، الفيلم عندي ياسين كان عندي ياسين.